استقر الجهاز الفني للأهلي على غالبية عناصر التشكيل الأساسي الذي سيخوض مبارياته أمام ميديام الغني مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن يبقى أكثر من مركز لم يتم حسمه حتى الآن في ظل وجود مفاضلة بين أكثر من لاعب قبل هذه المباراة. وفاز الأهلي بمباراة الذهاب بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء في القاهرة، ولم يعرف المارد الأحمر الهزيمة في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات. وتعادل الفريق بدون أهداف في مباراته الأخيرة بمرحلة المجموعات لدور الأبطال أمام شباب لوزداد، إذ لم يسدد أي تسديدة على مرمى الفريق الجزائري. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية صباح أمس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وشهد الميران مجموعة من الفقرات البدنية والفنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزي غوميز، وتم التركيز على تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية خلال الميران. ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دوري المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 25 فبراير الجاري باستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية. قالت تقارير فرنسية أن نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم محمد صلاح على وشك الانتقال إلى باريس سان جيرمان لتعويض رحيل مبابي الذي اقترب من الانتقال إلى نادي ريال مدريد نهاية منافسات الموسم الحالي. وتساءلت صحيفة لو باريزيان الفرنسية صباح أمس في تقرير لها عن من سيحل مكان مبابي ليكون النجم الأول للفريق. وأكدت لو باريزيان أن صلاح يملأ كل الفراغات التي تبحث عنها الإدارة الباريسية لاعتبارات عدة، منها أنه أشهر لاعب عربي ويحظى بتقدير عالمي كبير، وهو معيار يناسب تماما هوية الإدارة القطرية لسان جيرمان. وتابعت أن صلاح يتفوق نظريا وسيحظى بتأييد جماعي لدى الإدارة الباريسية ليكون النجم المطلق للفريق دون كيليان مبابي. يريد أشرف حكيمي ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان مزاملة صديقي كيليان مبابي في ريال مدريد الإسباني الذي من المقرر أنه وجهة الفرنسي الجديدة، خصوصا أن المغربي يعرف أجواء اللعب في إسبانيا بشكل جيد. وبحسب تقارير إعلامية إسبانية فإن حكيمي طلب الرحيل عن الفريق في صيف 2025 لمزاملة كيليان مبابي. هذه الخطوة ستكون إيجابية للنادي الباريسي وفقا لما يربحه من مال بسبب امتداد عقد المغربي معه حتى 2026، لكنه إذا رفضت إدارة النادي سيضطر النجم المغربي إلى الاستمرار والانتظار حتى الصيف بعد المقبل ليرحل مجانا إلى النادي الملكي. فازت اللاعبة المصرية لنا فتح الله بالمركز الأول للناشئات تحت 13 سنة ببطولة فرنسا المفتوحة للسكواش في نسختها 29 والتي أقيمت بفرنسا. وحققت اللاعبة إنجازا رياضيا بتحقيقها المركز الثالث على مستوى أوروبا في اللعبة. واستطاعت اللاعبة اقتناص الفوز من منافستها إليسا جروسي بشكل ساحق، حيث جاءت النتيجة 3-0 صالحها.
انطلقت أمس بطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي تقام على مجمع الصالات المغطى باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 25 من شهر فبراير الجاري. وتقام البطولة بمشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة. ومشاهدينا الكرام، بعد قليل تأتي فقرة الصحافة، والآن عودة من جديد للزملاء يارا وسمر واستكمال فقرات هذا الصباح. إليك سمر. شكرا جزيلا ليكي حنان.